إذا السماء انشقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت فأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه بشماله ويقول يا ليتني أوت كتابيه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها